رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعد ما دمن بليلة قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا قام فقال من هذا قالوا فلان من البارحة فصلوا عليه. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة أم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أتت الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاغيرا بها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا به تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تتدمعاني فقال هل فيكم من أحد لم يقال في الليلة فقال أبو طلحة عنها قال فأنت في قبرها قال فأنت في قبرها قال ابن المبارك رحمه الله تعالى قال قليح أراه يعني ثم قال عبد الله ليقتربوا ليكتسبوا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه باللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على المنجد ثم انصرف الى المنبر فقال اعطي طرف لكم على المنجد ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم واني والله لانظر الى حوض الان واني اعطيت مفاتيح غزائن الارض او مفاتيح الارض واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكن اخاف عليكم ان تنافسوا فيها. بني ابي الثلاثه في فقر واحد. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد. باب من لم ير مثل الشهداء. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ادمنهم في دمائهم يعني يوم احد ولم يغسلهم. باب من يقدم باللحد. قال ابو عبد الله سمي اللحد لانه في ناحيه ملتحدا معدولا ولو كان مستقيما كان طريقا. وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول ايهما اكثر اخذا للقران فاذا اشير له الى احدهما قدمه باللحد وقال انا شهيد على هؤلاء وامر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. قال واخبرنا الاوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى احد اي هؤلاء اكثر اهل للقران واذا اشير له الى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. قال جابر فكفنا به وعمي في نمره واحد. وقال سليمان فكثير حدثني الزهري قال حدثني من تبع جابر رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي احلت لي ساعه من النهار ولا يقتلى خلالها ولا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف. فقال العباس رضي الله تعالى عنه الا الاسقر لصاغتنا وقبورنا فقال الا الاسقر. وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا. وقال ابان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بن بنت الشعث
شيبه رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لقيمهم وبيوتهم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمر سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعدما اودغ له فطرته فامر به فاخرج فوضعه على ركبتيه ونبذ به من ريقه والبسه قميصه والله اعلم وكان كبسم عباس قميصا. وقال سفيان وقال ابو هارون وقال وكانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله يا رسول الله البس ابي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان فيرون ان النبي صلى الله عليه وسلم البس عبد الله قميصه مكافاه لما صنع. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المغزر قال حدثنا حسين بن معلم عن نطاي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما حضر احد دعاني ابي من الليل فقال ما اراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واني لا اترك بعدي اعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان علي دينا فاخذ واستوصي باخواتي خيرا فاصحبنا فكان اول قتيل ودفنت معه اخر في قبره ثم لم تطب نفسي ان اتركه مع اخر فاستخرجته بعد سته اشهر فاذا هو كيوم وضعته هنيه غير اذنه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن ابي نجيح عن نطاع عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دفن مع ابي رجل فلم تظب نفسي حتى اخرجته فجعلته في قبري على حده. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قبل احد ثم يقول اي وقت اخذه القران فاذا اشير له الى حديما قدمه باللحد فقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه فامر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. وقال الحسن وشريح وابراهيم وقتاده اذا اسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الاسلام. وقال الحسن وشريح اذا اسلم احدهما فالولد مع المسلم. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه مع امه من المستضعفين ولم يكن مع ابيه على دين قومه. وقال الاسلام يعلو ولا يعلى. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله ان ابن عمر اخبره ان عمر رضي الله تعالى عنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند وطن بني مغاله صياد الكلمة فلم يشغل حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لي ابن صياد أنا أشهد أني رسول الله. فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله. فرفضه وقال آمنت بالله وبرسله. فقال له ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد قبأت لك قبيا. فقال ابن صياد هو التق. فقال ارتفع فلم تعدوى قدرك. فقال عمر دعني يا رسول الله أسرع عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكن وفلن تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في مثله. وقال سالم سمعت ابن عمر يقول ثم انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النقل التي فيها ابن صياد وهو يقتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستجع في قطيفة له فيها رمزة أو زمزمة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقو بجذوع النقل. فقالت لابن صياد يا صابي هو اسم ابن صياد هذا محمد. فسار ابن صياد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا. وقال شعيب زمزمت فرفضه. وقال اسم الكلبي وعقلي رمرمت. وقال معمر رمزمت. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند راسه فقال له اسلم. فنظر الى ابي وهو عنده فقال اطيع ابا القاسم
فأطلق خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عبيد الله سمعت أن عبيد الله يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا من الرداء وأمي من النساء. وبه قال حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب صلى على كل مولود متوفى وإن كان لغيت من رجل من أدن أنه ولد على فترة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبواه خاصة وإن كان كله على غير الإسلام إذا استهل صالحا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط الفين. فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا بالله يولد على الفطرة فأبواه يمولدانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنبت البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فطرة الله الذي فطر الناس عليها الآية. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه أن يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه